على المسلم أن يكون دائماً في طاعة الله وعبادته، حافظاً على الفرائض، تاركاً للمحرمات في رمضان وفي غيره، لأن يعني بعض الناس يجتهد في رمضان فإذا خرج رمضان انفلت وعاد إلى الأحوال السيئة، هذا لا ينفعه رمضان، لأنه بنيته أنه إذا خرج رمضان أنه يعود إلى ما كان من قبل من المعاصي والسيئات واللهو والغفلة، فهذا لا ينفعه شهر رمضان، لأن طاعة الله ليست مؤقتة بوقت ثم ينتهي، لا، طاعة الله دائمة. قال تعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت، فلا ينتهي عمل المسلم إلا بالموت، إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. أيها الإخوة، يجب أن نعظم حرمات الله، ومن يعظم حرمات الله هو خير له عند ربه، من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، علينا أن نعظم شعائر الله في رمضان وفي غيره.